وناس بيقولوا لي أرجو إنك توضح للناس وعلى أخص الغربة إن النفخة اللي بتنفخها نفخة الروح القدس، لأن البعض بيفكر إنك بتف في وش الناس. لا، أنا مش بتف حاجة. النفخة دي هي نفخة الروح القدس زي ما بيقول الكتاب، أنا بنفخ مش بتف. حتى أنا بتكلم بقول حرش ثلاث مرات وانفخ ثلاث نفخات، كلامي واضح. وحاشا اني اتف على انسان ازاي، وان كان البعض كتب في الجرايد نفس المعنى ده. طبعا جهل جهل،